اخر وصفه النهارده بتنجان بصوص الثوم الحار، لطيف جدا جدا، شويه كده اسيوي بس طعمه حلو قوي، وهنقدمه مع الرز الابيض سواء كان مصري او بسمتي. عندي بتنجان رومي قطعناه شرايح وقليناه برده نفس الطريقه بالقشر بتاعه وفي الزيت، بس عملنا له ايه؟ ادينا له تعفيره من النشا، هنعمله مع بعض دلوقتي حالا عملي. وادينا له كمان رشه الملح. للصوص عندنا صويا صوص وخل الرز وميه ونشا وسكر وزيت وجنزبيل وتوم وشطة. للتقديم عندنا بصل أخضر وسمسم وليمون ورز أبيض مستوي. هنعمل إيه؟ هنا هندي رشة ملح للبتنجان، هندي تعفيرة نشا، نشا الذرة طبعا، أهو نشا بطاطس لو حد عنده مشكلة مع الذرة، تعفيرة، وبعدين هنزله فيه الزيت، هسيبه يتقلي، ولما يتقلي هيطلع يتصفى من الزيت بتاعه وياخد رشة الملح ورشة الفلفل بتوعه، هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه عندنا جاهز ده. في الوقت ده هنبتدي نحضر الصوص بتاعه. هحط زيت فواك سخنة، اي زيت بقى، زيت ذرة، زيت زيتون، زيت سمسم، براحتكم تماما. هنزل جوه الزيت الجنزبيل الفريش. يا مدام يسرى حمد الله على السلامه، وحشتينا، مبروك مجالكم، ويتربى في عزكم ويجعلهم سند ليه في الصغر ويجعله سند ليهم في الكبر ان شاء الله. هنزل لهم البصل الاخضر، هنزل لهم السمسم، هنزل لهم السكر والشطه، اللي مش حابب شطه ممكن يحط بابريكا، ونقلب تاني. هسيبهم يتشوحوا على النار، وهاجي هنا في بولة هحط شوية مية من الحنفية عادي اهو، يعني نقول نص كوباية مية. هحط هنا الخل، هحط هنا الصويا، وعشان كده انا ما حطيتش ملح، وهحط هنا النشا. هقلبهم وهنزلهم على الخليط اللي على النار. قلب هنا الاول برضو تقريبا، وبعدين نقلب النشا جوه الصويا والميه، ننزل الصوص. الله، ننزل بقى بالبتنجان، ياخد تقلبتين بقى جوه الصوص الجبار ده، وشكرا. وصفة سهلة وسريعة، لطاف، اللي باللحمة واللي من غير، وتنوع كده، علشان ايه؟ بتنجان من الحاجات الموجودة طول السنة ورخيصة ومتوفرة في كل البيوت عندنا في مصر.